الخليجية نور وبصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خيم الليل خيم الليل خيم الليل. نفوس بعدت عن ذكر الله فكانت إليكم هذه النورانية. نور وبصيرة. ما أكثر تلك النفوس التي تظن أنها في أنس وانبساط، نفوس وهي وربي تعيش ألوانا من التعب والشقاء. الشباب يتحدثون عن مغامراتهم، الشباب يتحدثون عن جلساتهم، الشباب يتحدثون هنا وهناك، الشباب بل ويفاخرون، الشباب ويذكرون أنهم يأنسون ويسعدون. الشباب والله والله إذا رجع الواحد منهم إلى نفسه أو خلا بنفسه وجد ألوانا من التعب والشقاء. خونة خونة شاب طالما لعب بعواطف الفتيات، خونة واغتال عفة المغفلات، خونة ودنس شرف مخدوعات، خونة لكنه الآن يحترق غضبا وحنقا منها. ممن؟ من تلك الفتاة التي حطمت كرامته كما يزعم، سحقت رجولته كما يقول، سحقت رجولته كما يقول، سنة كاملة منذ أن تعرف عليها وإلى الآن لم يرها ولم يقابلها، سنة كاملة من موعد إلى آخر. فشك حاله إلى من؟ إلى ذئب غادر مثله. شك له حاله وكيف أن هذه الفتاة ما استطاع أن يتحصل منها على ما يريد. فقال إن ساعدتك أنا في الإيقاع بها ماذا لي؟ قال اطلب ما تريد. قال أن أقع أنا عليها أولا. وكان الموعد وكان الحدث وفي الموعد المحدد وهو في الاستراحة، وقد أحضر معه بعض الشباب حتى كلهم تناوبون على هتك عرضها وشرفها. إذ بالباب يطرق فتح فإذا بالفتاة أمامه فجذبها بشدة إلى الداخل، فكان ما كان من قتل العفاف ونحر الطهر، وتركوها في إحدى الغرف ملقا عليها مغمى من شدة ما أصابها. وفعلا بعد ساعتين أو ثلاث إذ بوليد يأتي على الموعد طرق باب الاستراحة، فخرج صاحبه ماذا فعلت؟ قال لقد أتت العنيدة ولقد قمنا بالواجب وهي الآن تنتظره. فضحك ضحكته الشيطانية فدخل إليها حتى يشفي غليلة، حتى كما يظن تعود له الكرامة والرجولة من التي أهانته وسحقت رجولته. فلما دخل نظر إليها فصرخ صرخة عظيمة، ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم يا مجرمون؟ يا سفلة يا خونة، هذه ليست فلانة، إن أختي أمس. ثم سقط رجما عليه. إن أختي أختي أختي. ويا ذلي ويا خجلي إذا ما بعض الناس أسرف على نفسه في هذا الباب، باب الزنا والخنا، لا يصدق أبدا أنه في خطأ أو أنه في معصية أو أنه في كبيرة أو أنه يعصي الله عز وجل بجريمة شنيعة. أخبرني أحد الأخيار يقول كنت في أحد البلاد الغربية فعلمت أن أحد أقاربي يقيم في تلك البلدة، فذهبت لزيارته فطرقت بابا فخرج صديق يسكن معه فأدخلني في مجلسه وأخبرني أنه لحظات ويأتي إلي وفجأة وفجأة وأنا أنتظره، إذ به يخرج من إحدى الغرف عاريا كما خلقه الله، يمسك قارورة الخمر بيده يمشي وهو يترنح من سكره، وكانت بالداخل عاهرة كان يزني بها، فلما رآني عرفني وسبني سبا قبيحا. ثم دخل إلى دورة المياه أعزكم الله، يقول فانتظرنا ربع ساعة نصف ساعة، قاربت على الساعة لم يخرج، قاربت على الساعة لم يخرج، طرقنا الباب لا رد علينا، حاولنا فتح الباب كان مغلقا من الداخل، كسرنا الباب. يقول رأيت منظرا لن أنساه ما حييت، رأيته جالسا في حوض الاغتسال يمسك قارورة الخمر بشدة، قد سقط رأسه على صدره، الدماء والقاذورات تنزف من أنفه ومن فمه، قد فارق الحياة. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف الأرض.
سرا فما لي الآن لا أبدي النحيب. تذكر عبد الله إن سلمت من فضيحة الدنيا فتذكر عظم الفضيحة على رؤوس الأشهاد. إن سلمت من الحدود المطهرة لك في الدنيا فتذكر أن هناك حد الآخرة. نعم هناك حد الآخرة. نعم وهناك تبلى السرائر. نعم ويكشف المخبوء. نعم وما للإنسان حينها من قوة ولا ناصر، بل ستشهد عليك جوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تذكر عبد الله قال فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديد الانتهاب فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من رب يقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقولها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك فيقال له لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فتنت المرأة وأصبحت تراود يوسف عن نفسه وتتزين له وتدخل عليه في غرفته وتغلق الأبواب وتتجرد من الثياب وتقول هيت لك ويقول معاذ الله ويتكرر الموقف يتكرر أصبح يوسف متضايق. رجل أوشك على مقارفة الفاحشة لم يبق بينه وبينها شيء لكنه الإيمان الإيمان في قلبه تيقظ بكلمة واحدة اتق الله. وقالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا أو ليكونا من صغيرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف الإيمان. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر. ولكن تذكر يا عبد الله أنه في ظل هذه الابتلاءات الكبيرة أنت لا تدري بأي لحظة تقبض. عبد الله قلني متى تتيقظ وما بالشباب لا يعاد ويحك. كيف تقدم ويحك. عبد الله كيف تقدم على سفر الآخرة بلا راحلة ولا زاد ستندم إذا حان الرحيل ويحك. وأمسيت مريضا تقاد ويحك. ومنعت التصرف فيما جمعت ويحك. وحلت حسرات ويحك. تقطع الأكباد ويحك. جاءتك السكرات ويحك. منع عنك العواد كفنت في أقصر الثياب ويحك. عملت على الأعواد ودعت في ضيق لحد وغربة ما لها من نفاد. إخواني إلى كم تماطلون بالعمل وتطمعون في بلوغ الأمل وتغترون بفسحة المهل ولا تذكرون هجوم الأجل. ما ولدتم فللتراب، ما بنيتم فللخراب، ما جمعتم فللذهاب، ما عملتم ففي كتاب مدخر إلى يوم الحساب. يا أخي أفنيت عمرك في اللعب وغيرك فاز بالمقصود وأنت منه بعيد. غيرك على الجادة وأنت من الشهوات في أوجال وتنكيد. ترى حتى يقال فلان استقال ورجع وأصبح سعيد. يا أخي هذه آهات مهموم وزفرات مكلوم وأنات مجروح أهديها لك يا أخي.
فارجع وتب إلى الله قبل فوات الأوان. يروح بها عن الدنيا بعيدا وما